القدرة دي اللي عنده قدرة زي دي موجودة عند كل اللي بيبيعوا الألمونيا، وهي أحسن حاجة للتدميس. ليه؟ محكومة. واللي أحسن وأحسن منها القدرة الصعيدي اللي زي الطاجن اللي ورايا اللي أنا بطبخ فيه، في منه قدرة دي بقى بتطلع الفول على أبوه. في صعايدة عندهم نفس القدرة الفخار يدمسوا فيها، من بعد القدرة الفخار القدرة الألمونيا. ممكن تدمسوه في حلة، ممكن تدمسوه في حلة، بس الحلة هتبقى واسعة وممكن وشه يسود شوية، فعلى قد ما تقدروا تعملوه في قدرة عشان يبقى ملموم وما يسودش منكم، وبعدين يبقى مكتوم. كل ما يبقى مكتوم يستوي أكتر وبسرعة، وبس كده. ممكن يتعمل في حلة أو حلة. بدعي من قلبي، بدعي من قلبي من قلبي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، إن شهر رمضان يكون شهر نور ويبعد عننا الشر، ويكون طاقة نور للمسيحيين قبل المسلمين يا رب. وإن شاء الله يا رب محدش يشوف حاجة وحشة تاني أبدا. صراحة أنا متضايقة شوية، بس يعني زي ما قلنا دوام الحال من المحال، وأنا يعني مش عارفة أقول لكم إيه. يعني قالوا لي يعني حاجات كتير كده جوايا، بس يعني من ضمنها حاجة جوايا نفسي أقولها لكم. لما كان يحصل حاجة وحشة زي كده ونحزن قوي أو نزعل، كنا نقول إيه بقى؟ فرقوا النوايب. قلت إيه؟ فرقوا الحزن. قلت الكبير كومي. يعني حتى لما جم يفرقوا الحزن أنا اخترت الكومي الكبير. فنعدي، هنعدي، هنعدي، هنشيل ده. يا مهاجر، مهاجر هنطفي ده. السلام عليكم مهاجر. الو الو يا مهاجر. الو انا سامعاكي. اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك يا غالي، عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه ورمضان عليكي بخير. تسلمي لنا يا ست الكل يا قمر. كل سنه وانت طيبه. الله يخليكي. تسلمي تسلمي. انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله وبخير. وحشاني والله يا غالي، وحشاني. الله يخليك. وايه جمال طاجن الفول ده؟ ايه الجمال ده؟ لا لما نبات نعمل، ما نعملش زي ده. لا والله أستاذ. والله العظيم والله العظيم هو ده الاكل اللي احنا بناكله، صدقيني. ربنا يخليك. لا ده جنب اللحمه والفراخ احلى اكل عملتيها يا غالي. تسلمي. معلش انا كان نفسي اطلع لكم امبارح، بس كان الظروف اللي حصلت دي اخرتنا شويه وكنا زعلانين. احنا الحمد لله. يا غاليه احنا هنعدي، صدقيني. اوعي تزعلي، ولا حد ولا مصري يزعل. احنا مصريين يا غاليه. أيوه. بنحب بلدنا، ولا ولا هنتفرق. لو عملوا كده قد كده مليون ألف مرة مش هنتفرق.